ايش قد وقفت السرعة؟ والله ما طول يعني ساعة أقل يعني ساعة وربع ساعة ونص طول السرعة يعني بالسرعة واقفاني وما شاء الله يمشي السرعة وماكو أي مشكلة ماكو. يعني اليوم أحسن من البارحة؟ لا وين يعني هل أحسن أحسن من بعد كل الأيام أحسن. أي أيوة والحمد لله وضع زين الحمد لله وربي إن شاء الله يحفظ القوات الأمنية والجهاز الأمن الوطني. والله شكر لهم. ساعة تقريبا ساعة وشوية يعني. أحسن من قبل؟ إيه أكيد أحسن من قبل كم يوم يعني شو اسمه بس قبل فترة هم كانت شوية الأزمة خفت يعني. بس ما يعني ليش هالاستمرار بالازمات ما دارتم يعني مال البنزين بالضبط يعني يراد لها حل جذري. اذا وقف التهريب يعني تلاقي البنزين خانة كلها فارغه ترى بعد ما تلاقي احد شو اسمه يعني والبوزرات هم لازم تشتغل كلها يعني هاي كل البوزرات تشتغل اكيد كل البوزرات تشتغل يعني تقريبا ازيدهم امال قليلين امال قليلين اكيد يعني هي حكومه يعني محطه حكوميه يعني المفروض هي عمال مستمرين الوضع كان انه يصير ازمه اكثر بعد بس هم امن وطني جم ومسكوا المحطات ووسع الحمد لله حزه قبل اسبوع تقريبا 7 ساعات بقيت هسه لا ساعه اقل من ساعه تفوت الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله تقدم والله ان شاء الله جهود امن وطني ان شاء الله تقدم زين ان شاء الله احنا نتمنى على جهاز الامن الوطني وهذه وقفه مشرفه لهم وتنحسب لهم ان يتحركون على كل مفاصل الدوله لانه الامن الوطني ثبت جدارته خلال يومين فقط قدر يشخص الخلل السر بالضبط واصل حي الكفاءات نهايه حي الكفاءات تقريبا وقفت الساعه 10:05 بالضبط لحد الان توني فولت 40 لتر الحمد لله بس مو يعني ما يلقون حل جذري لهالشغله حاليا احنا وين بسر البنزين حاليا منطقه الحدبه مقابل طب الاسنان مفتر السر الى محطه الجامعه يعني توقعتك شو وقت توصل والله ما اقل من ساعتين يعني ساعه ونص الى ساعتين ما نعرف يعني هاي الوضعيه اللي امتى يعني تبقى يقفون القوات الامنيه بشكل مضبوط يمشي السره طياره ما طول تقفوا بهالمكان ما طول 3/4 ساعه اذا ماكو قوات امنيه المضبوطين السره تقف ساعات ولازم السره يمتد الى ابعد منطقه